فندم استاذ استاذ تاكل ولا تشرب؟ دي فراخ استني حد هو باين عليه ما بيتكلمش. طب ما جبتش ليه حد معاك يترجم لك؟ كان واضح انتباه الناس. دي عايز تكلمني؟ لا 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 عايز اكل ببلاش ده. معلش حرام عليك. دي بي هو كده بيحور. قول له بتمشي لوحدك ليه؟ طيب لا مش بيحور، ما تخش عليه كده. ليه بيقول كده اصلا؟ طب هو ليه ما بيمشيش بحد معاه يعني طالما هو كده؟ امشي لوحدي يا زلمه، ماشي لوحدي في الشارع. لا بس هو يعني اخرس، هو يعني اخرس. نظره بألف كلمه. انت ما عادش فلوس، انت ما عادش فلوس، اقعد بقى حاور. انت ما عادش فلوس، عايز تاكل ببلاش وتمشي. هو ما حدش هياكله ببلاش. ما ينصحش يا فندم، ما ينصحش. طب انا لو طلعت له 10 جنيه واتكلم، انت ليك مشكله هنا؟ ماليش مشكله. مالكش دعوه بيه، مالك حاجه مش شايفه، مالكش دعوه بيه. انت المشكلة إن كل ما بيبص لي فاهمني، عارفني إن أنا قاطع عليه وعارفه. أنا عارف إن ده حوار، فاهم هو عايز. بقول لك حتى لو حوار ما تتكلمش قدام الناس. يكلم نفسه هو سامعني. هو عايز يشرب. هبيا بو هبيا. ممكن ما تعملش كده، أنا بتكلم بجد. صدعنا يا جماعة. عملينا دوشه بقى. بقالكم ساعه كلكم بتحاولوا تتعبوا. انتوا مش بقالكم ساعه كلكم بتتعبوا؟ وقف بقى في قله الذوق. لو عملنا انت كده يبقى بطلنا. انت ما ينفعش تعمل كده. انت لو باباك كده هتقبل ان انا اعمل معاك كده؟ بس انا بابايا مش كده. هيطلع ابنك كده، هيطلع ابنك